السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه لايف سلوى اند نور. النهارده معانا درس جديد من دروس الكروشيه، ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين شال سكارف رقبه، انا عاملاه بطول حوالي 70 سنتيمتر، والطول ده عشان يعني اعمل لفه كده في الرقبه واعمل لها ديزاين. انت تقدري تعملي كده بالشكل ده كده، وتخيطيها من هنا ويطلع هنا عندك مثلث. يعني انت تقدري تتحكمي بيه بكل الطرق، يعني الحاجة ترجع ليكي. احنا هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. والغرزة دي زي ما احنا شايفين هي غرزة 3D جميلة جدا وسهلة جدا جدا، لانه هي نفس الخطوات في كل السطور، يعني مفيش سطر كده وسطر كده، وشكلها من الامام والخلف نفس الشكل، يعني لو لبستيها من أي ناحية كله كويس. طيب الغرزة دي أنا كنت عاملها فيديو هحطه إن شاء الله في صندوق الوصف، هحط اللينك تشوفوه. وأنا يعني هشرحها سريعا الغرزة، نشوف مع بعض إزاي. أنا هنا عملت سلسلة بمضاعفات الرقم 5 وزودت في الآخر 6 سلاسل، وعملت 4 عمود سلسلة، 4 عمود، وأسيب من هنا سلسلة كده، 4 عمود سلسلة، 4 عمود سلسلة بالشكل ده لغاية ما أخلص كل الطول اللي أنا عايزة. الطول والعرض أنت لو عايزة شال طويل اعملي شال طويل، لو عايزة شال رقبة زي ما أنا عاملة مفضل يكون لغاية 70 سنتيمتر. هبقى أوريكوا إزاي نعمل الغرزة على السريع كده. هرتفع 1 2 3 وفي نفس المكان هنا بأول غرزة هعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبعدين أنا هعمل هنا هتخطى كل العواميد دي وهروح على آخر عمود هنا، هدخل الإبرة من ورا العمود كده وأسحب الإبرة وأعمل غرزة حشو أمامية بالشكل ده. هرتفع 1 2 سلسلة، وهنا في الفراغ اللي هنا أهو هعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3، هسيب كل العواميد وأروح على آخر عمود، هدخل الإبرة من خلف العمود كده بالشكل ده وأسحب كده، أعمل غرزة حشو بالشكل ده، وبكده 1 2 هكمل. هو ده السطر هنعيده في كل السطور، يعني في كل الصفوف بتاعت الشال اللي انت هتعمليه. ادي 3 بالشكل ده، 1 2 هعمل 3 هنا عمود بلفة، 1 2 3، هدخل هنا الإبرة من ورا العمود كده وأسحب، هعمل عمود أمامي يعني بالشكل ده، 1 2، نعمل 3 عمود بلفة، أدي 2 أدي 3، وآخر غرزة أهو هنا هعمل غرزة حشو. ده كده معايا السطر الأول، وبكده هكمل كل السطور بتاعتي أو الصفوف بتاعتي، 1 2 3. هنعمل كمان واحد بس مع بعض لأن هي الغرزة سهلة، واللي حابب يشوفها بالتفصيل إن شاء الله هحطلكوا اللينك في صندوق الوصف وتشوفوا دي ايه. الغرزة سهلة جدا وشكلها جميل وشيك قوي. دلوقتي احنا هنا ارتفعنا 3 سلسلة وعملنا 3 عمود في نفس المكان، هروح هنا عند الـ3 عواميد هسيب كل هتخطى كل ده، هروح هنا عند اخر عمود هدخل الابرة هنا من ورا العمود كده، هعمل غرزة حشو امامية، هرتفع تاني 1 2، وفي الفراغ هنا اللي بعديه اهو هعمل 3 عمود بلفة، 3،
وبالشكل ده هعمل كل السطور بتاعتي زي ما انا قلتلكو. وتقدر تغيري بالالوان، تعملي لون واحد براحتك. هي سهلة جدا وشكلها جميل جدا بجد. واحد، اتنين، تلاتة. هروح هنا على اخر عمود، هسحب كده وعمل غرزة حشو امامية. اهو بدأت تبان عندي الغرزة، لا هي كده بالشكل ده. دلوقتي زي ما انتوا شايفين احنا هنقفله بالشكل ده كده، هنتنيه في النص كده. هجيب الطرف التاني بس مش من هنا، الطرف اللي انا خلصت بيه اخر سطر، لا من الجنب من هنا كده بالشكل ده، عشان انا لما هقلبه كده هيديني شكل جميل جدا اهو. يعني الفتحات دي هتبقى من تحت كده، ناخد بالنا الفتحات دي تبقى من تحت مش من فوق كده، هتفرق. هنساوي الأطراف كده مع بعض التلاتة. وهنخيطها هنخيط ثلاث أطراف مع بعض. بالشكل ده اهو انا هكمل لغاية ما اخلص كل الطرف كده، هرجع له من بعد ما قفلناه اهو، مش باين خالص وكده بيبقى شكله. وهنا الكنار انت ممكن تسيبيه زي ما هو، ممكن تعملي له غرزة المروحة، وممكن تعملي له نفس الغرزة دي اللي هو ثلاثة عمود بلفة كده وتعمليها ميلة. هوريكم ازاي ممكن نعمل الكنار ازاي. انا هبدأ من هنا، هدخل الابرة هنا من طرف، هرتفع ثلاثة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة، وفي نفس المكان هعمل ثلاثة عمود بلفة، واحد اثنين ثلاثة. هنروح على الغرزة اللي بعديها، الفراغ اللي بعديه اهو اللي هو هنا غرزة الحشو، هنعمل غرزة حشو بالشكل ده. هرتفع واحد اتنين، وفي نفس المكان هنعمل تلاتة عمود بلفة، ادي اتنين وادي تلاتة، والفراغ اللي بعديه على طول اهو نعمل غرزة حشو كده بالشكل ده. كده هنعمل الكنار بتاع السكار في الرقبة، سكارف انفينيتي كده مقفول، شكله جميل طلع. ان شاء الله يكون شرح عجبكم، استفدتوا منه. واحد اتنين تلاتة، وهنا اهو على طول هيقابلك
هنا فراغ اهو بالشكل ده، هنعمل غرزة حشو بالشكل ده. هنكمل ده كده، هنلف كله كده بالشكل ده لغاية ما نوصل لهنا، وبعدين هنكمل من هنا ونكمل اللفة التانية. هخلص الشغل وارجع لكم تاني. شايفين اهو ده طلع شكله جميل جدا، الغرزة دي طلعت جميلة. هكمل معاكم عشان هقفل السطر كله. احنا زي ما قلنا هنا عملنا 3 عمود، وفي الاول نرتفع 2 سلسلة. هروح هنا عند الفراغ اهو، هعمل غرزة حشو وارتفع 1 2، واعمل 3 عمود بلفة. ثلاثة اهو، وانا هقفل اهو هنا. هاخد غرزة منزلقة وهدخل هنا في اول واحدة انا كنت بدأها، واعمل منزلقة تاني، نعمل سلسلة. كده هنكون خلصنا، هنشوف شكله النهائي. طبعا الخيط ده هنخفيه، وده شكل السكارف. اتمنى يكون عجبكم وكان الشرح سهل عليكم. زي ما انا قلت لك هنا الكنار بايدك، ممكن تعمليها الغرزه دي وممكن تعمليها غرزه المروحه حسب اختيارك وذوقك انت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.